مش ده اللي جايبك لغاية هنا؟ لو الحل رصاصة في صدرك كنت عملتها من زمان وما كانتش خيبت زي اللي عملوها. يلا انت مش جاية تاخدي بطارق؟ طاري عند النوح اللي حط ابنه في وش المدفع عشان سوق وفلوس ومركز. طب وانا اضمن منين الكلام ده؟ اقل له اديني امارة عشان اعرف ابلع كلمتين. اشرب لك كوباية مية عشان تبلع، واذا كان الكلام ده مش لازمك فوتك بعافية. استني بس استني، ما تاخدنيش على الحامي كده. رواي اللي عندي خلص، ولو اللي عندك لسه في الفرن شيعلي لما يستوي عشان نتفق. يعني انت شايفه ان طارق عند النوح قال؟ لسه سامع صوت غريب وهو بيصرخ في وش ابوه، وهو بيقوله الحكومه ملهاش في اللي بيننا وبين خميس. ساعتها النوح ما كانش سامع حد، كان عاوز يخلص عليك ويكوش على السوق حتى لو التمن كان ابنه. هو انت جايه تبرئي غريب ولا جايه تورطي النوح؟ الاتنين يا فندينا. برأت غريب وطار ودين في رقبتي عمري ما هنساه. لو الكلام ده يلزمك حط ايدك في ايدي، ما يلزمكش فضها سير. انت ست بصحيح، انما شكلك بميت راجل. وشوق بقى اللي انت مسرحها ورايا في كل حته دي، اعمل فيها ايه؟ هلاقلها نفضلها ولا كانها حشره حشره. ايه كده خلصت دورها؟ اتفقنا. والفتحة علي يخون العهد ويتوب علينا ربنا. تريش ليه؟ آمين.